الطالبات توزعوا على مشرفينهم، كل مشرف عبارة عن دكتور في جامعة أو معهد علمي جايين معنا من السعودية. كل واحد يشرف على الطلاب من فترة طويلة. الهدف الآن التأكد من قدرتهم على شرح المفاهيم العلمية والإجابة على أسئلة المحكمين اللي بتكون يوم الثلاثاء القادم. لن نكتفي بتحكيمهم فقط من قبل المشرف اللي بتخصصه، إنما المشرفين الآخرين سيحكمون، بل أحيانا يكون المشرف أيضا من مجال آخر مختلف. كل هذا لرفع جاهزية مستوى الطلاب والطالبات أثناء جلسات التحكيم. تمنيت لهم بالتوفيق إن شاء الله.